السلام عليكم. أتدرون ما هي الشفاعة يوم القيامة؟ الشفاعة هي أن الشافع يأخذ بيد المشفوع له ويذهب به إلى الجنة وقد كتبت له النار. الشفاعة الكبرى هي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، جعلنا الله وإياكم من أهلها. لكن الابن إذا كان صالحا يشفع لأبيه، والأب إذا كان صالحا يشفع لابنه، بل حتى الصديق يشفع لصديقه. أناس كتبت لهم النار يشفعون لهم فيدخلون معهم إلى الجنة، إلا صنف واحد محروم من الشفاعة، نسأل الله العافية. أتدرون من هو؟ صنف واحد قد يرى ابنه يساق إلى جهنم ويصيح ينادي يا أبتي اشفع لي، فيقول يا بني حرمت من الشفاعة، أنا من الممنوعين من الشفاعة، منعت منها. أو قد يرى أباه يساق إلى النار فيقول يا بني اشفع لي، فيقول إنني من الفئة التي منعت من الشفاعة. أتدرون من هي؟ هم اللعانين اللي دائما اللعن على لسانه. جاء في صحيح مسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ألا ترى كيف يستسهل الناس اليوم اللعن؟ وشأنه عظيم عند الله. فالحذر الحذر يا أخوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.